انا هنقل لحضرتك سؤال يعني انا اتسالته وكان وكانت محمله ليا امانه انه لو حضرتك موجود معانا في اقرب فرصه اساله لك. كان لحضرتك تصريح بانه وزاره التربيه والتعليم هي الجهه الوحيده المسؤوله عن مساله اي نوع من الشكاوى من مصروفات المدارس. صح يا فندم؟ ايوه بالظبط كده زي ما حضرتك بتقول. طيب لو في مشكله حصلت بره المصروفات مع مدرسه، يعني رحله، رسوم رحله، يعني لو كان في قضيه مثلا ما بين المدرسه وما بين وزاره التربيه والتعليم في تحديد المصروفات عن سنين فاتت، وبعدين طلبوا قالوا لهم لا ده احنا كسبنا القضيه وتعالوا ادفعوا اللي كان المفروض تدفعوه من سنه. الحاجات التفاصيل دي بتخضع لحضراتكم قانونا ولا لا؟ زي رسوم الرحلات او مصاريف سابقه. اي خدمات بتخضع، يعني حتى العمليه التعليميه تخضع، ولكننا بنوضح نقطه مهمه. أيوة. المسؤول عن تقييم العمليه التعليميه وزاره التربيه والتعليم او لم تتم هي وزاره التربيه والتعليم. هي لو هي وزاره التربيه والتعليم قالت لي ان العمليه التعليميه تمت بنسبه 90%، يبقى المستهلك ليه مستحق 10%، هطلع قرار ملزم فورا من مجلس الاداره هيصدر قراره بهذا الشكل. لكن حاجه حصل في موضوع الباص، انا لسه كنت اقول لحضرتك زي الباصات زي الاتوبيسات. اه بالظبط كده، طلع ده اختصاص اصيل لخدمه بحته، الوزاره ليس لها تدخل فيها، بتسيبها للمدارس تتدخل فيها بطريقتها. بناء عليه حتى الانشطه، يعني في المرحله القادمه احنا ناس بناخد زي ما بنقول كده بننظم اسواق، فهي مرحله مرحله، وبرده الظروف الاقتصاديه مع الكورونا، فاحنا يعني واحده واحده حتى الانشطه وتحديد اسعارها وتحديد تكلفتها وهل هي مناسبه لده ولا لا هتتدخل فيها بعد كده وزاره الثقافه. آه. ووزاره يعني هنستعين طبعا بيهم، وزاره الشباب والرياضه، لان في انشطه رياضيه، في انشطه ثقافيه، كل الانشطه دي هيبقى ليها. يعني حضرتك بتتكلم على انه تقييم العمليه التعليميه ماليا ده يخص وزاره التربيه والتعليم، انما اي رسوم لخدمات رحلات انشطه نقل ده يخضع قانونا لحضراتكم كجهاز. بالظبط، وده اللي اعلنه معالي وزير التربيه والتعليم، حتى قال نتفرغ احنا بقى يعني نسيب الموضوع ده لجهاز حمايه المستهلك ونتفرغ احنا للعمليه التعليميه وتطويرها، وده كان يعني في ضوء قانون حمايه المستهلك ان هو يعني يقول هو صاحب الاختصاص في هذا الشان. وزي ما وزاره التربيه والتعليم قالت انها مش هيهمها اسم ولا كبير ولا صغير في المدارس، هتتعاملوا بنفس المنطق طبعا يا فندم. احنا اوريدي اتعاملنا كده يا فندم بنفس المنطق، وبنقول بالعكس احنا سبقنا وزاره التربيه والتعليم، يعني انجاز القول ان احنا خلينا المدارس الانترناشونال والجامعات الانترناشونال تستجيب لجهه من جهات الدوله في تنفيذ قراراتها، كانت دايما تقول لك انا خارج هذا الاطار. احنا هنا بنتكلم احنا جهه من جهات الدوله، ولكننا بنتكلم باسم المستهلك، فبالتالي لينا قوه. ويمكن قبل ما نطلع القرار ده احنا راجعنا الاتحاد الاوروبي وشفنا في المانيا بيعملوا ايه مع المدارس، وشفنا اوروبا كلها بيعملوا ايه مع المدارس، ولانهم بيتدخلوا وبيتدخلوا بقوه لدرجه انهم ممكن يحددوا مواصفات الباص اللي بينقل الطلبه. طيب